علشان كده بيخفوا حسب في لسه اظن بالاسئله الامتحانات الثالثه في الجنرال. يعني انت كمواطن بتمسك الجنرال اول صفحه بتقدم حاجه ولا ثاني صفحه والثالث صفحه بتقوم جاي عند صفحه الثلاثه حد معاه ورقه التحديدات او صوره منها او وات ايفر هتهالي كده؟ لان دي سؤال المفروض ده انا فاكره. effect of pH on drug absorption and excretion. هو ايه السؤال ده؟ اه ما تفرج عليها يا استاذ. هو ايه اللي هو الباراجراف ده؟ السؤال اسمه effect of pH on drug absorption and excretion. فاكتور افكتنج الاورال ابزوربشن. حبيبي لا لحد. طيب سوفت تولرنس از بايندنج دراج اللي هو ذا افكت اوف بي اتش اون ابزوربشن اكسكريشن دراج موجود موجود ادي اول واحد اهو خلاص. طبعا على بالي من الموبايل نفس الشيء عشان اطلع على الموبايل نفس الشيء في عند الموبايل نفس الشيء. الموبايل فين؟ احنا معايا بس مسجلها تسجلها فيها اخلصوا. شكرا خلاص شكرا بارك الله فيك ميرسي جدا شكرا. معانا جديده بتاعت المحاضره اللي هو شغل على كلمه مي وكده باوجست. ايوه ما تعيلوا الكلام كده يا جماعه كده تعملوا كده في كتاب الكليه ومشتريه شيل الفلوس اصطر يا رب. حاسس كانهم عملوا حاجه انا مش عايزها. انا قلبي لما بيحس حاجه كويس جابوا لكم ال الاوتونوميك دراجز. ما كويس ما هو الاوتونوميك اصلا ده اخره ام سي كيو فده لو احنا مالين الورقه دي يبقى جزانا الله كل خير. ما الاوتونوميك ده احنا هنذاكره بالظبط يبقى ده عايز بقى فني كده في مخبخ ان انا املاه بس انا كان يهمني الورقه دي كويسه قوي. طب حلو قوي. بصوا يا شباب ملخص الباراجراف ده الدواء بيمتص في محيط ايه؟ مثله ويفرز في محيط عكسه. يعني انت عايز تقول ايه؟ لو الدواء اسيد يمتص في انهي وسط؟ الاسيد. ولو الدواء بيز يمتص في مين؟ في البيز. ده رقم واحد. ليه؟ لانه وجدنا انت لما بتكون قاعد مع ناس شبهك بتكون مبسوط بتكون مش مشحون نون ايونايز بتكون ايه؟ نون ايونايز بتكون ليبيد ايه؟ سوليبل. لكن لو انت قعدت مع ناس عكسك ناس مش طايقهم ولا طايقينك بتكون ايونايز ليبيد ان سوليبل. هنا الام سي كيو بيبقى في الحته دي الايونايز ليبيد سوليبل صح ولا غلط؟ ولا الاي اي؟ ايه الاي اي؟ الايونايز ليبيد ان سوليبل. خلاص انا خلصت الحته اللي عندي في الام سي كيو خلاص. طيب تعال بقى نقرا كام الفضل ده. اغلب الادويه بتكون يا ويك اسيد يا ويك ايه بيز. الويك اسيد دراج بتر ابزوربت فين؟ في الاسيد ميديا لانها هتكون ليس ايونايز مور ليبيد ايه سوليبل. طيب والويك بيز دراج هتكون بتر ابزوربت فين؟ لانها هتكون ليس ايونايز مور ليبيد سوليبل. جابوا الكلام ده منين؟ معادله لطيفه اخدتها في البايو اسمها هندرسون هاسل بلخ ايكويشن. قالت ايه المعادله دي باختصار شديد؟ ان البي كي ايه البي كي ايه ده يا ولاد البي كي ايه ده اللي هو الرقم بتاع الدواء اللي بيكون الدواء عنده نص نص. يعني نص نص 50% نايز 50% ايه نون ايونايز. لما اقول لك دواء البي كي ايه بتاعه واحد ولا اتنين يبقى دواء ده يميل للاسيديتي ولا البيزك الاسيديتي. لما اقول لك دواء البي اتش بتاعه 7.5 او 8 الكلاين. طيب يبقى البي كي ايه بيساوي البي اتش بلس لوج الان ايونايز على الايونايز. ده بالنسبه للويك اسيد دراج. قلت له دكتور معلش ممكن تديها لي تحسبها لي عشان بس اقتنع عشان الكلام ده مش مقنع بالنسبه لي. اقول لك حاضر. انا بالنسبه لي ويك اسيد دراج البيك اي بتاعك اسبرين 3.5 لو اتحط في البي اتش. هنتكلم عن المعده. المعده البي اتش بتاعها كام؟ قول مثلا 1.5 خلاص زائد لوج لوجاريزم الايونايز على مين؟ على الايونايز صح؟ مش في المعادله بتاعتكم؟ وادي 1.5 لهناك يبقى 2 مظبوط؟
لوج مين يا ابني في الرياضيات اللي بيساوي 2 100 عدد الاصفار صح لا يبقى اذا القيمه دي بتساوي كام 100 يعني 100 على 1 والضعف اللي تحت يعني لما الدواء الاسيديك ده اتحط في الوسط الاسيديك اللي زيه اصبح نسبه الجزء الان ايونايز للايونايز 100 لواحد فيمتص حلو ولا لا انا حبيت بس اعمل لك اقناعا مش مهم خلاص مش فارقه معانا في حاجه طيب الاسيديك دراج زي الاسبرين هيبقى ان ايونايز في انهي ميديم يا شباب اسيديك في السمك هيبقى ضربت فين في السمك لكن في الالكالين ميديم اوف انتستين هيكون ايه فلس ايه ابزوربت ايون ترابينج ايون ايه ترابينج يبقى انا عايز تقول لي الثلاثه اي ايونايز ليميت انسولبل ايون ترابينج يبقى لما نشوف الام سي كيو الايون ترابينج بيحصل في انهي وسط اللي زيك ولا اللي عكسك العكس بس خلاص طب لما يروح يتفلطف في الكليه يحصل له ري ابزوربشن اجين لو كان اليورين ايه اسيدك لكن لو اليورين الكالين هينزل صح طب البيزك دراج زي الامفيتامين يمتص فين يا شباب ويخرج منين في انهي يورين اكتر اسيدك يورين خلاص باراجراف انت ما كنتش اصلا داريان بمكانه فين بس متحدى عليك في الريتن لو انت مش فاهم مكانه هي دي خطورته لكن هو كسؤال بيجي في امتحانات من يوم ما الخط ما جاش بس انا مش شايف ان هو صعب تقول الادويه يا اسيد يا بيز وكذا خلاص بتقلب الصفحه زي الشاطر السؤال الاشهر على الاطلاق اللي تقريبا ما خرجش من ورقه الامتحان فاكتورز افكتنج اورال ابزوربشن زمان لما كان الدنيا بيقعدوا يجيبوا اسئله رغي كتيره يقول لك فاكتورز افكتنج الاورال ابزوربشن واكتب يا ابني لا الدنيا اتغيرت بقى بيختار بوينت معينه اقول لك اشرحها لي وده كويس قوي لما اقول لك فاكتورز في افكتنج الابزوربشن هتقول لي دول في فاكتور في العيان وفاكتور فين في الدواء الفاكتور في الدواء بنروح نجيبها من اللي قبلها بس على مش مطلوب منك قوي وبس يهمني بس ابقى عارفهم سوليبيليتي وايونايزيشن ونيتشر وفيلنسي وشكل الدواء باختصار سوليبيليتي يعني ايه مش مجرد مش موجود قدامكم بس كل ما يكون الدواء اللي بيصير كل ما يكون بيطلع ايه طب الايونايزيشن دول فيها ايه طيب النيتشر عشان ام اس كيو المواد الان اورجانيك بتكون صغننه الاورجانيك بيكون كبيره ومكعبره يبقى مين يمتص احسن الان اورجانيك الفيلنس التكافؤ دواء عليه شحنتين ودواء عليه ثلاثه يبقى مين احسن شحنتين خلاص وشكل الدواء لو انت عندك دواء سيرم ودواء سسبنشن ودواء تابلت هيستوي تمام ده بالفرق خلاص شكرا لا 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 هم لما لو جاوا في الامتحان يجيب لك فاكتورز ريليتد لمين بيشنت يجي يقول لك انيوميريت فاكتورز ريليتد تو ذا بيشنت ويكلمني على فاكتور فيهم يا اما هم انا شخصيا زنقك في واحد فيهم وريح نفوخي وده الواقع في اخر ثلاث امتحانات اول حاجه سيرفيس اريا اوف ابزوربنج سيرفيس انا بتكلم على الاورال يا اولاد يلا قرر لي معده بالسمك مين احسن معده انت الاسمك السيرفس اريا المعده والاستمك انا قلت ايه المعده والاستمك ايوه انا قلت المعده والاستمك وانتوا انا برضو عملت الانتستين طبعا ليه الانتستين اخبار ايه السيرفس اريا عارف في مره اكبر وبلاد سبلاي صح لا ادي اول سؤال او اول حاجه برضو مش مرشح بس ابقى عارف الكلام الفاضي ده لست في ابزوربنج سيرفس عندك جاسترايتس ومال ابزوربشن هتنضص زينا يبقى الابزوربنج سيرفيس دوت سيرفيس اريا قلت حالته الايه الصحيه اول فاكتور مركب بيجي لك في الامتحان علم عليه قوي ده فاكتور مركب الموتيليتي اوف جي اي تي اند ريت اوف ديستريبيوشن حبيبي بص لو انت اخذت قرص علميا ونظريا عمر ما القرص ينفع يوصل دم 6 قرص اصلك شفت قرص سرحها في دمك لازم يتكسر اسمها ديس انتجريشن ويدوب اسمها ديستريبيوشن في ادويه بفطرتها رابت رابت ديس انتجريتد ديستريبيوشن بتنجز يا عم بتخلص
عارفين زي مين؟ زي البنادول او البراسامول. وفي ادويه بطيئه زي واحد اسمه ديجوكسين. خلاص يا عم خلينا متفقين ان انتوا اتفقتوا معايا ان اغلب الامتصاص بيحصل في المعده ولا في الانتستين. فبناء عليه انت محتاج ان الحاجه تروح فين؟ الانتستين. انت كراجل رابد انت المعده بتقول لك انا في حاجه اسمها جاستريك ايميتنج بعد ساعه ساعه ونص. طب انت راجل كبار السمول انجست يقولك لا انا عندي اوردر. اما كراجل كديجوكسين مرتاح جدا هي براحتها بعد ساعه ونص فانت كنت اتفتت براحتك وكلام من ده. لو احنا قررنا نلعب في الموتيليتي دواء زي الميتو كلوبرامايد عارفه؟ تقول لي ده انتي ايميتك بروكاينيتك بيزود حركه الجي اي تي عكس الاتروبين. الاتروبين بيشل حركه الايه؟ الجي اي تي. اكمل بقى. لو انت اخدت ميتو كلوبرامايد بيزود حركه الجي اي تي مين فرحان جدا باللي انت عملته؟ الباراسامول. بينما مين حزين؟ ديجوكسين. يبقى ده يزود المصاص ده ويقلل المصاص ده. لكن لو انت اخدت اتروبين مين سعيد جدا؟ ديجوكسين. لكن مين حزين؟ ده سؤال. ولو سمحت الاسئله المتحدده الريتن الاكزامبل فيها مهم هنا. طيب يبقى هتقول لي البروكاينيتك دراج بتزود الجات موتيليتي زي مين يا ابني؟ ميتو كلورايد يزود الجات موتيليتي فيزود الجاستريك ايه؟ فيزود ابزوربشن اوف رابيد ايه؟ ديس انتجريت زي ويقلل امتصاص مين؟ زي ديجوكسين. اما الاتروبين بيمنع الجات ايه؟ فيقلل الجاستريك ويقلل امتصاص الرابيد ويزود امتصاص مين؟ السلو. سهله؟ ده فاكتور مرشح. فاكتور عبيط لو جه في الامتحان يبقى بيديك هديه. البي اتش خلصوني بقى. الدواء الاسيتيك يمتص فين؟ في المعده. والبيزك يمتص فين؟ خلصت. سبيسيفيك فاكتور. الانترنسيك فاكتور تسمع عنه؟ يبقى انا خلصت خمسه فاكتور. الوحيد اللي محترم قوي وهيتحفظ ضرب نار مين؟ اللي هو الموتيليتي ومعاه الايه؟ لكن انت عندك اول حاجه الابزوربنج سيرفيس كنت محتاجين منها ايه؟ سيرفيس اريا وستيت اوف هيلث واخدنا سبيسيفيك فاكتور والبي اتش صح؟ اللي دايما بقى بيجي في الامتحانات كتير جدا 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 جات كونتنت. اول حاجه هنتكلم على الاكل والشرب. بعد كده الادويه، الاكل الحلو ولا الوحش؟ تقول الاثنين. حلو مع درجه ايرتنت. لو دواء ايرتنت زي الاسبرين والايرن. طب وحش امتى؟ اللي في دوب عشان الكاريه. هي ممكن يديلوت الدرج. ممكن يتخني معاه الامتصاص، انت قديم تقول لي اللي دوبه كان بيكمبيت معاه. يبقى اول حاجه نتكلم على الاكل. هنتكلم على مين؟ على الاكل، قول لي ايه في الاكل؟ حلو وحش. طيب. بعد كده نتكلم على الشرب. انا بشرب شاي. التي تي في تانيك اسيد مع الاير اللي كل الناس عارفه والنبي خد معاه الايه التترا التي مع الاير وخلاص. بمناسبه ان انت قلت الاير افتكر كمان ان في التترا سايكلين بيعكسه هو كمان تي تانيه. والتترا سايكلين اذا ذكرت يذكر مع مين؟ كالسيوم. يبقى انا قلت اربع حاجات: الاكل حلو وحش، الشرب شربت شاي، ضرب الاير. مين ضرب الاير كمان؟ التترا سايكلين والكالسيوم. انا قلت مين؟ اربعه. قول لي بقى اخدت الدواء عدى عليك في المنهج كوليستيرامين وتشاركول بيقللوا امتصاص اغلب الادويه مظبوط؟ مين بقى الوحيد اللي هيغرد خارج السرب ويزود امتصاص الادويه؟ في الجريف فروت. انت طبيعي ان انت عندك الحركه يا ولاد. انا عشان اكلت حاجه وماشيه في اليوم من هنا علشان تمتص تروح ناحيه الايه؟ الوول. عشان في الوول في البلاد ايه؟ فيسل. في عندك حاجه اسمها بي جلايكوبروتين. بي جلايكوبروتين ايه البي جلايكوبروتين ده؟ ده اسمه ريفرس ترانسبورتر. يعني ايه ريفرس ترانسبورتر؟ بياخد الحاجه منين؟ من الوول يوديها لك فين؟ الهيومن. صح ولا لا؟ ده نوع من انواع البروتكشن عشان مش كل حاجه باكلها تاخد دمك. يقوم جه صاحبنا عامل ايه؟ ضرب البي جلايكوبروتين. اكمل انت بقى الحكايه. الحاجه تروح ناحيه الايه؟ فالامتصاص يزيد. يبقى الجريب فروت جيف ريزون يزود ولا بيقلل الامتصاص؟ يزود. عطى ربي عطى مين؟ بيج جلايكوبروتين اللي هو كان ريفرس ايه؟ ترانسبورتر. خلاص؟ حلو الكلام.
زيه بالظبط الفيرابامين اللي هو كانسر سيل بلوكر. عشان كده استفادوا بيه في علاج الكانسر. وجدوا ان الخلايا برضو عندها بيجلك بروتين كتير الكانسر سيل، فانا عايز اعطل الحركه دي خلاص لو سمحت. جات كونتنت بتعرف تقولها؟ باد الفود باد وجود. قاعد اتكلم على الشاي تي تتراسايكلين كمان بالمره، واتكلم على الدواء الغدد دلوقتي كوليستيرامين وثم الجريفود. خلصنا ده يتعلم عليك. ثالث واحد مرشح بقوه فيرست فاس ميتابوليزم. يعني الكلام ده على فكره جرب لما بتذاكر في اخر المنهج حاجه تحس ان هو سهل. يعني على الاقل لما بقول لك فيرابوميل مش بقعد بقى عمال اهري واقول لك فيرابوميل ده مين ولا كلام من ده، صح؟ يعني كلمه فيرست فاس ميتابوليزم ميتابوليزم للدرج في الجت او الليفر قبل ما يروح السيستم بالظبط. انا اول حاجه الديفينيشن الجت جاستريك اسيديتي تكسر لك مين؟ البنسلين. احنا عارفين البنزايد بنسلين. طب دايجستيف انزايم تكسر مين؟ انسولين. ميكوزا انزايم تكسر ده اسمه كلور برومازين. سكيزوفرينيا انتي سايكوتيك، صح؟ حد مقدم وانا كنت مش فاكرين الكلور برومازين ده بيعمل هايبر ولا هايبوتنشن؟ هايبوتنشن هاي بوتنشن. لانه كان سيروتونين بلوكر ومش عارف ايه، كان بلوكر كتير هو كان كلب كده بيعمل هاي بوتنشن. خلاص تمام. لا وكان بلوكر بطرق كتير قوي. هيباتيك فيرست فاس ميتابوليزم عندك تو اوبشنز، يا اما الليفر يبقى غبي يطحن الدواء اكستنسيف ميتابوليزم زي النيتروجليسرين، والله زمان النيتروجليسرين انجينون والليدوكين. طب اتكلمها ازاي؟ يعني الدواء بيتفرتك في الليفر يغير ريدو فادمنستريشن. اخذنا النيتريت ممكن ايه؟ سابلينجوال او او باتش والليدوكين تاخد اي في. طب لو الدواء كان بيتكسر الى تو لارج اكسنت زي بروبرانولول اعمل ايه؟ زود اورال ايه؟ دوز. لو سمحتك لو سمحتك ده كان السؤال الثاني واتوقع بنسبه كبيره ان هو هيشرفك في الفاينل. بس لا الفاكتورز افكتنج الاورال انا ارشح لك فيه ثلاثه بعنف اللي هم كانوا فيرست باس اللي كان كونتنت وال هو مش هيجي اورال ابزوربشن، هيجي حاجات من جوزه وحاجات من العرف بيقول كده في الامتحان اللي فاتت اخر ثلاث سنين. خلاص السؤال الثالث انتوا مستغربين محطوط لكم ازاي؟ باي افيلابيلتي، صح؟ هقول لكم اللي حصل يا ولاد. احنا لاحظنا حاجه ان انتوا ما شاء الله ربنا يحميكم الجزء اللي مش بيتحدد ريتن بياخد بالجزمه من حضرتك كطالب، فلاحظنا ان لما بيجي في ام سي كيو بتاخد فيه صفر او بتبدا تنشن بقى وبتهبد وبتبدا تقلب حوار وهكذا. فهو بداوا يزودوا في الحاجات دي في الام اس كيو عشان هو دايما معروف ان الباي افيلابيلتي بتيجي في الام اس كيو، فهو غالبا هي هنا مخطوطه للام اس كيو اكتر منها. بس حتى لو كنت ريتن يا اخي يعني كلمه باي افيلابيلتي الفراكشن اوف ذا راجل اللي بيروح قبل تشينج بيروح السيستم سيركيليشن اني تشينج وكلمه فراكشن. طب سؤال بيطرح نفسه بعد الاي في بتاعي كام في الميه؟ 100% اي في لكن اورال على حسب الفيرست باس ميتابوليزم. يبقى اكمل العلاقه بين الفيرست باس ميتابوليزم والبايو افيلابيلتي طرديه ولا عكسيه؟ عكسيه. كل ما يزيد الفيرست باس ميتابوليزم كل ما تقل مين؟ البايو افيلابيلتي. احنا خدنا درج ليه من 100% نيزو والورفرين. برافو برافو برافو. فاكتورز افكتنج اورال باي افيلابيلتي ايه عامل اجاوب لك السؤال ده؟ هي فاكتورز افكتنج اورال ابزوربشن هو تبع الباي افيلابيلتي. خلاص؟ طيب وبعدين؟ هاو 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 ها؟ انت طيب كده يعني؟ انت طيب كده مفيش اللعبيك اللي بيعملها دي؟ طب والله طيب شوف طيب ازاي؟ طيب كان معايا على التليفون بكلمه في التليفون لقيت بعد كده الموبايل طار وهوا جامد وشغل الموتوسيكلات فعلا كان معايا على الخط كانت لقطه تاريخيه صراحه يعني يا عمر يا عمر ما فاضلني حتى ما كلفوش نفسهم ما كلفوش نفسهم وحاجه زعلان ما كلفش نفسه بس زعلان هو ضرب بوشي يعني هم كلفوه. انا بس انا عايز بس حاجه هم يعني ضربوك كان فين الكلام ده؟ قدامنا في الكليه بقى الكليه هم بتاع باب سنان حضرتك عارف البنزينه اللي هي
او اول ما حاجه ما تخرج من مبسنان صيدليه شهاب الدين والراجل بتاع الشاورما البنزين اللي عند جد اللي عند دكتور فيصل البنزين هي دي هو اصلا داخل عكس يعني كمان العربيات اللي جايه مش تزنق عليه لانه اصلا داخل عكس انا ما حدش يعني بص الناس في الاول بتتفرج انا ده اللي غاظني ان الناس قفت تتفرج يعني الموتوسيكل اساسا داخل عكس هو يعني لو كان حد فعلا لو كان جه عليه بس كده شويه كان زنقه كان خلاص دخل في الرصيف بس ما الحمد لله هو واحد بس هو قاعده كده بس خبطني في ظهر المطر انا عملت كده عشان وشي ده كان كده كان ساعه الظهر كان العصر حاجه 4 العصر في عز الشمس والناس واقفه في الشارع يعني انا ماشي في الشارع وعلى فكره يعني برضو نفس الحركه بس بقى النقطه وراهم قبل الورق قايم مديله في وشه لما جابه على ظهره في الارض الواد اللي اتسرق قبضته في مسك فيه راكب وراه قبل الورق قايم فضل يديله في وشه لما جابه في الارض الحرامي ضربه وبعد كده الحراميه دول بعد شويه الموبايل وقع منهم راحوا ركنوا بيه وبعد واحد جه لازم تخش التسليم مش عارف ايه وبعد كده واحد مشى خد حاجه وجري بقى طلع الحراميه ركنوا ورجعوا خدوا الموبايل تاني بعد ما وقع منهم خلاص عقله واقف مطمن خلاص شايف الدقه اول واحد ما يمشيش النص دي من غير سلاح اسمع بعيد لا على فكره قدام الكليه في واحد برضه سرق موبايل بس مش كده هم خدوا منه بيقطوا شوفش السعاده اللي في وشه وهو بيتكلم في المطوى موبايل كان ايفون 6 ده فين قدام باب الكليه لا الحمد لله يعني كان بيقول لك ايه حصل هو جاله جايب له كارنيه شرطه قال له انا بنفتش وهتفتش الشنطه بتاعته قال له طب وريني الموبايل لازم افتش الموبايل نفض نفسك يا رب افتح الباسورد هو الباص فتحه فجاء راح هو فتح الكود بتاعه برضه قال يعني بيدور في الشنطه وكده فراح حاطط له موبايل جوه الكتاب وحطه في الشنطه ده اللي هو شافه وقال له خلاص امشي فهو بقى ايه هو كان قدامه حط الموبايل في الكتاب وبعد كده حطه في الشنطه وخد الموبايل بعد كده وهو مش واخد باله فالتاني طلع والموضوع خلص فجاي بيحكي القصه فالناس قالت له طب شوف كده الموبايل موجود ولا لا فبص الموبايل بقى مش موجود خدوا بس كان لا ده لو دي كانت حلقه ده مقطع يعني انا لسه هقول لك انت اتغدر بيك يعني لكن ده يعني لا انا كان لسه موبايل جايله من السعوديه كان ابوه جايبه له من السعوديه من شهر واحد لو اهم حاجه فتح له البصمه انا بقى كنت عامل الموبايل يعني انا كان اعمل له شفره اساسا عشان يفتش لي ده لو كان هو طلعه ايه بس كان ممكن يكون مضروب يعني ممكن يكون حقيقي مشكله انا عارف انا عامل ده انا عاملك كده كارنيه دلوقتي يا عم اهو وين الادك شوف هو ده بقى فتح البصمه انا كنت عامل موبايل بصمه وش وباترن وباسورد وقافل اساسا بالهاي سوت الموبايل عشان ما حدش يعمل له صوت واتسرق يعني انا عامله بروتوكول جامد ما فيش شبكه خالص فيه هتتبع من ايه بقى ما انا كنت قافل الباقه وبعدين هو اسهل حاجه بيعملها ايه في الموبايل صباح الفل اشتقت ايه على فكره حسام بسوني اتسرق موبايله من السنه اللي فاتت وراح المحكمه بعد 7 شهور اتصل بيه ورجعوا له الموبايل تعمل محضر والله كده اول مره انا اقول له حاجه على حاجه اسمعني بس اسمعني انت عندي راحت عملت المحضر وجابت مكان التليفون والتليفون كان ساعتها اتغسل يعني عارف غسيل اموال كان اتغسل غسيل اموال كان اتباع لواحد وبعدين وصل ولما راحت قال لا مش هديك حاجه انا شاريه من واحد عايز اخر اللي اعمله لك او اقول لك انا شاريه من مين وما تدولهاش ناس وناس ممكن ايوه ممكن ما تبعش بالظبط يعني كانت الفكره انا بفكر في ميكانيزم دي ان انا خايف الديستريبيوشن شوف الدوحه هيروح فين ولا يعمل ايه فاكتورز افكتنج الديستريبيوشن صح الحالات اللي زي دي استحوش في ايه بس طب والله ده محترم ده اسالك سؤال ده بيتشحن كل قد ايه ده سمعت ايه بايو في بتاعته 100% حرفيا ده بايو فيرد طب بص فاكتورز افكتنج ديستريبيوشن سؤال ظهر على الساحه بقاله سنتين بس سؤال حقير بصراحه لو انت مش عارف تسالني انت السؤال ده ينفع في الامتحان هتاخد صفر مع انه تافه هو انتوا هو الدواء ايه اللي بيفرق في انتشاره؟ والله بتقول لي الدواء بيروح للبلاد فيزل اهو في حاجه اسمها انترستيشن في حاجه اسمها خلايا الدواء بينتشر على اي اساس؟ والله اول حاجه تشوف الدواء حر ولا متكتف؟ المتكتف ده اتحكم عليه ان هو يقعد فين؟ في البلاد فيزل لكن لو حر تقول لي على حسب لو صغير ولا كبير لو كان كبير مش هفكره بره البلاد فيزل طب لو كان صغير هينتشر ما بين البلاد فيزل والانترستيشن بس هو بيطرح نفسه
هيدخل ولا مش هيدخل الخلية على حسب مع الباسورد بتاع الخلايا ولا لا. باسورد الخلايا يا اولاد كلمه واحده ليبد سيليبلي. لو انت لبس سيليبل تدخل الجسم كله، لو انت ووتر سيليبل اخرك تقف بره الخليه، صح ولا لا؟ في بقى حاجه في الديستريبيوشن غريبه يا اولاد، في ادويه بتحب تشخص معينه. ثايرويد مثلا تحب اليود، الكالسيوم يحب الايه؟ البون، وهكذا. خلاص؟ طب تعالوا بعد ما حكيت لكم حته الديستريبيوشن، يبقى ايه العوامل اللي فرقت في انتشار الدواء؟ تقول لي اول حاجه يا دكتور خصائص الدواء، الموليكولار ايه؟ ويت والايونيزيشن والليبيد ايه؟ رقم اثنين البايونري تو بلازما ايه؟ بروتين. وابدا احكي لنا بقى الحدوته. تقول لنا الدواء اول ما بيدخل البلازما بيمسك في بلازما بروتين، مين اول اشهر بلازما بروتين؟ البومين. واشهر دواء بيحب البلازما بروتين الاس اس، ساليسيليت و سلفونامايد. والدواء هيتقسم لفريقين، ثري وايه؟ وباوند. مين اكتف؟ ديفيوزر ميتابولايزد ايزي اكسكريتد فري. امال مين ان اكتف؟ نون ديفيوزبل نون ميتابولايزد نوت اكسكريتد. اكت از ريزرفوار، ده سؤال ام سي كيو مشهور، يقول لك الباوند فورم بيكون ان بيكون اكتف ولا مش اكتف وهكذا. الاماونت اوف ذا دراج باوند بلازما بروتين مش ثابته، بتختلف على حسب ايه؟ الافينيتي. انا وانت بنحب البلازما بروتين او هي بتحبنا احنا الاثنين، بس بتحبك اكتر مني، فاحنا الاثنين داخلين عليها بمنتهى الهدوء اللي في الدنيا. انا كنت انا قاعد على البلازما بروتين ومرتاح، اول ما انت جيت هتحصل ايه؟ ديسبليسمنت، صح ولا لا؟ رقم اثنين لو عنده هايبو البيمينيميا ايه اللي يحصل؟ الفري انت عندك ممكن تكون الجرعه العاديه تقلب بايه؟ بتوكسيك، وده يبان لك في الجماعه في الفينيتوين. وكان الفالبروتين ذا مور ذا مور ذا بايندنج ذا لونجر ذا ديوريشن ذا ديوريشن، صح ولا لا؟ ممكن يجيب لك الحته دي بس لازم اورتي فاهم حاجه؟ او السؤال كله على بعضه فاكتورز افكتنج ايه؟ ديستريبيوشن. تعمل حسابي انتوا كم واحد؟ 13 يعني من حسابي مسج ثرو باريرز. خلي بالك زي ما انت عندك في الديستريبيوشن الطبيعي في اماكن ممنوعه ان اي حد يعدي بيها، صح ولا لا؟ اول حاجه بلاد برين بارير، ما مش كل اي دواء مهزق يروح يعدي بلاد برين بارير يلعب في دماغك. قال لك عشان الدواء يعدي بلاد برين بارير لازم يكون دواء فلويد، دواء شاطر، دواء نون ايونايزد ليبيد سيلبل لو موليكولار ويت. زي عندك فايز سيجمين ونيو سيجمين، يقول لك الفايز يعدي مين ما يعديش؟ نيو سيجمين. بعد كده رحنا قضيه البنسلين يا اولاد، هل البنسلين يعدي بلاد برين بارير؟ لا. قال لك على حسب، لو في التهاب يعدي، ما فيش التهاب ما يعديش. طيب الفيتس، ما انت برضه البلاسينتا ايه برضه عشان يعدي لازم يكون ايه؟ نون ايونايز ليبيد ايه؟ سولبل. وخلي بالك ممكن يبقى تيراتوجينيك، كنا زمان بقى ما قعدناش نحكي تيراتوجينيك يعني، خلاص بقى الكلام ده فاكر السنه خلاص كبرنا. ديرنج ليبر ممكن يبقى اسمها نيونيتال اسفيكسيا، والله زمان يا مورفين، والله زمان يا انتيدوت بتاعك اسمه نالوكسون. نالوكسون ونالتريكسون برضه بس هو باسج فرول بريس ميلك. تعالى بقى اعرف الادويه اللي الستات بتاخدها بتنزل في بريس ميلك. انت عندك البي اتش بتاع الميلك 7.4 والبلازما 7.4 يبقى اقل ولا اقل؟ يبقى يعتبر اسيدك، صح؟ اسيدك بالنسبه يبقى من الادويه اللي تنزل فيه البيزك. البيزك اعتبره وسيله اكسكريشن. البي اتش بتاع الملك بالنسبه للجسم اسيدك، يبقى هو مين اللي ينزل فيه؟ اللي بيحب يقعد معاه الاسيدك ده لو هيشتغل. مين اللي يحصل له ترابنج فيه؟ مش هو الايونايزد تعتبره كوسيله اكسكريشن. اعتبره جزء دي الملك اساسا سويت وحصل له خلاص كده. طيب مش كلام خلاص. والملك طبعا بيكون فيه فات، فتلاقي الادويه الفات سيلول هتكون ايه؟ دايبه في كتير. شباب ده سؤال لطيف لطيف، ولو انا بحط امتحان دور تاني اجيبه. هو ايه؟ فاكتورز اوف فيتنس ديستريبيوشن. دلوقتي لو ايوه
ما انا بحط سؤال شرير وكأن سؤال شرير. لو انت مش مذاكره مش هيجي في دماغك الاجابه. جاب الجول فين؟ فريس باس؟ يجيب الكات كونتنت. ما هو بس فكرة البلو برينت يا ابني، السؤال السؤال اللي جنبه. أصل وايرد أولى بتاعت البطولتي مش لها علاقة بالموضوع ده. لا هو المصاب الشهير جابت الامتحان هو كان هو الرئيس السؤال اللي جاب السؤال بالظبط. يعني كيس ده سؤال بتاع السؤال ده هو يبقى نفس كده. ما هو خلي بالك نفس السيناريو محمد ظرف، لكن التوبك هي الفكره هنا. احنا كنا عارفين التوبك اللي هيجي في الامتحان ده هو نفس التوبك اللي هيجي في الامتحان ده بس اللي جنبه. احنا كنا متوقعين الاسئله كذا. هو عشان كده انت الدليل بتبقى واعي قوي لل. لا اتوقعت اللي بس سيبر ما جابش سيروزس. السيروزس جت في الدور الاول، يعني السيروزس جت في الدور الاول سؤال بعشر درجات. والله يعني سؤال معلش انا راجل مش مذاكر باثولوجي ومش بتاع باثولوجي بس بالعادي كده. ما هو لازم يجيب سيروزس. ما هو جه في الدور الاول بعشر درجات. قصدي يعني انت عندك الليفر لازم يجي في الامتحان سيروزس بورتال هايبرتنشن نص الامتحان. ايه ده؟ كنا امبارح نص الامتحان النهارده. بعد ما شفت الامتحان بتاع الورقه الاولانيه اللي انتوا توقعتوا السؤال ده اللي جنبه. ايوه ده مش اللي جنبه. مش اللي الشرطه الباقي فيه ايه ينفع ثلاث درجات ما قررتش. كررت سؤالين. مالك هايبرتنشن زي ما هو ولا جريت ديزيز. هو يا جدعان ما تطمعوش الواحد يديله امل ويخش في المايكرو يطلع. لا 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 المايكرو اسم مركز قوي قوي قوي. لا اسم مركز ده شغل زي حالات ان الناس يعني ده متعب. بحس بتوع المايك في ضد والله بجد. انا حتى هو بتاخد العمليه وقفونا بره وعمالين يزعقوا في ايه يا جدعان. بتحس ان انت داخل عمل ايه اللي فات؟ مش حدش عايزين بني ادم يعرف سؤال اللي ماسك جوه. بص احنا زي بس ترتيب الاسئله شايف. اوعدنا هو اصلا كان ماشيين كده مثلا الدكتور واحد 50 درجه لا كان هم 50 في منها مثلا 30 درجه 5 خد يا ابني الدرجات دي اللي بتعرف يا ابني 30 درجه من 50 بقى سؤال عادي جدا. الورقه الثانيه دي عامل الشغل ده تستحق. يلا عمال الفارم ده ايه السؤال اللي جاي بعد كده؟ Factors affecting hepatic microsomal enzyme activity. سواء طبعا لما بيجي يا اما يجي كامل لكن واقعيا بيجيب لك اول فاكتور هو الدراجز اللي منها انزيم اندوسر وانزيم ايه؟ خلاص احنا كبرنا الحمد لله كده على اخر السنه بيقارب بين انزيم اندوسر وانزيم ايه؟ انهبيتور. يعني انزيم اندوسر بيستيميليت اكتيفيتي اوف مايكروزوم انزيم زي مين يا ولاد؟ اف بقى هنا الانزيم المهم فينيتوين كربونازين بتاع الابليبس صح كده زيه. وفينوباربيتون ده كله بتاع السرعه. ريفامبسين انتي تي بي الوحيد في الانتي بيوتيك. جريزيوفولفين ده انتي فانجل. الكورتيزول الشاي والقهوه والسجاير خلاص. والتستوستيرون الرجاله بتشرب شاي وقهوه وايه وسجاير. الافكت ايه اللي هيحصل؟ هيزود ميتابوليزم بتاع الاذر دراجز زي الاورال انتيكو اجلانت والاورال هايبوغلايسيميك والاورال كونتراسبتيف فتقل الشغل بتاعه ويزود الميتابوليزم بتاع نفسه. اوتو اندكشن بتحصل حاجه اسمها ايه؟ تولرنس. في مشكله؟ طب الانزيم انهبيتور ايه الاخبار؟ بتمنع الهيباتيك ماكدونالد انزيم اكتيفيتي. في بقى منها نوعين يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك. سبيسيفيك يعني بيضرب الانزيمز بس. نون سبيسيفيك بيضرب الليفر كله. سبيسيفيك زي مين؟ عشان اروح على الجريب فروت. استروجين الستات بتشرب جريب فروت. سايميتيدين تقول لي ما احنا عارفين. صوديوم فالبرويت كلورامفينيكول اريثرومايسين سيبروفلوكساسين. ايه سيبروفلوكساسين؟ فلوروكوينيلون 60 مره. اوميبرازول بيقلل الميتابوليزم بتاع الاذر دراجز. والاون ميتابوليزم زي الثيوفيلين فيزود له ايه البلازما ليفل بتاعه فيعملوا ايه الكلام ده في اخر السنه لطيف الى حد ما. نون سبيسيفيك يعني انت لو اخدت هيباتوتوكسيك دراج
انت ضرب الليفر كله، فانت بتعمل منزل مية ورانا الانزيمات زي كربون مونوكسيد كفايه عليا، او ادويه بتقلل هيباتيك بلاد فلو زي البيتا بلوكر. البيتا بلوكر واللي والسايميتيدين. يبقى كده الجريب فروت عمل لي التوكسيسيتي بميكانيزمين، اول حاجه علل الابزوربشن، وتاني حاجه قلل الميتابوليزم. مظبوط. ايج هتقول ايه في الايج؟ بيقل الميتابوليزم اطراف الايه؟ في العمر. والبريماتور نيونيت ما بيعرفش يكونجوجيت مين كرام في الكور، فاهم حاجه اسمها ايه؟ فيتر جريج سندروم. السكس الرجاله التستوستيرون كان انديوس او الاستروجين كان انهبيتور. الباثولوجي بالعقل، لو عنده ليفر ديزيز الميتابوليزم بتاعه هيكون ايه؟ قليل، فاهم؟ توكسيستي زي الديازيبام ممكن يعمل توكسيستي في الايه؟ في الليفر ديزيز. الستارفيشن يا جماعه تتخيل الانزيمات عباره عن بروتينات، تمام؟ والمواد اللي احنا بنعملها بنعمل بها كونجوجيشن، مواد موجوده في جسم سيادتك، فلو عندك ستارفيشن هتكبر الميتابوليزم ايه؟ هيقل. جينيتك فاكتور اشهر حاجه، ان انت احنا كلنا مختلفين عن بعض في الميتابوليزم، عندنا حاجه اسمها بوليمورفيزم نتيجة مشكلة أو اختلاف في الجينات، الإنزيم بتاعتنا شكلها مختلف، ده أشهر حاجة عاملة فاريشن في الدراج توكسيستي. السكسانيل كولين مثلا لو تعرفينه ده بيتكسر بحاجة اسمها الكولين سيريز إيه؟ إنزيم، السيدو كولين سيريز إنزيم، فطبعا لو ما اتكسرش ده مصر ريلاكسنت فيفضل مريح العضلات، يعني حاجة اسمها أبنيا. خلاص؟ يبقى أنت عناوينك كانت إيج وسكس، إيج وسكس والستارفيشن والايه والباثولوجي والجينيتك. ممكن يجيبوا طبعا الدراكس، ممكن يجيبوا انيوميريت والدراك لوحده. انيوميريت وكلمنا على الدراكس ده الثول اشهر، او كلمنا على انزيم الدوسيه. هو لو قال لي اتكلم عن واحد منهم هتكلم عن انا فاهم من كده يا رجل. انت محمد انت عامل كله بيجبل في الورقه، كله في الورقه بيجيب ورق. فيرست اوردر وزيرو اوردر كاينتيك يعني ايه؟ جوه الامتحان جاي الترم الاول صح؟ كانت اول مره يجي على فكره. هو جاب الزيرو اوردر ولا فيرست؟ جاب الاثنين. لا جاب لا سهله مش تيجي تاني. هو الفرق بينهم ايه؟ لا لا بالظبط. لا بقولك ايه، بلاش خلاص الرهان على الجنرال تحديدا عشان نكون بالظبط. بالظبط، بلاش تراهن على ان الدكتور ما بيكررش الاسئله. يعني في كم مره اظن كان في الجراحه او حاجه عندنا في الكليه مره كرروا سؤال في الفاينل 13 سنه. وفي كل سنه يطلع برضه مجموعه ناس ذكيه. جا سنتين اللي فاتوا يوم عمل ايه؟ مثلا يعرف مثلا 200 في السؤال. حضرتك الكرانيا اللي فاتت ثلاث سنين، الثلاث سنين اللي فاتوا هيجي. انا هقول حاجه على اربع سنين هقول حاجه على في السنه الاخيره برضه ذاكروه. هقول حاجه على الملاحظ بس، الكرانيا نيرف كام نيرف؟ 12 على ايامنا 12. لا هم دي زي ما هم الحمد لله 12. طيب دكتور هذا العصر عبر عن ال 12 كرانيا نيرف جابت لنا جلوسة فرنجية نيرف ميدير وفاينا في نفس السنة. دي حقيقة. هو المشكلة الدفعة اللي قبلنا جالها الميدل سيريبرال، الميدل سيريبرال ارتري ميدير وفاينا. يعني انت تفهموا بقى ان هي بتجيب اللي في الميدير في الفاينل. افهم يا افهم بقى البعيد. انا لما ذاكرت الاندوكراين النهارده الباثولوجي سبت بس الايثولوجي بتاعه البريكس دي عشان جت فجاه ما جاش، بس الحمد لله افتكرتها. هو الكلام سهل بتاع هو ايه ايه الايثولوجي؟ مش هو اوتوجون؟ هو اوتوجون الانتي بودي بس وما بيستجيبش الفيدباك والكلام ده. ايه بس في نوعين، واحد بيزود الريليز وواحد يعمل هايبر. ايوه هوب 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 بيزود البرودكشن بتاع الثيروكسين. اول هايبر ديشن فيست اوردر كانتك وزيرو اوردر كانتك. يعني دول باختصار شديد اعترافات. المهم ده بيمثل تعامل جسم ستك مع الاوردر. فيرست اوردر كاينتيك جسم سيادتك بيقول لك اول ما تأمرني انا انفذ، انا تحت امرك. جسمك عامل زي الصقر، عينه على مستوى الدواء في البلازما. المستوى يزيد الجسم يعمل طوارئ، هنتخلص من الدواء في الوقت المطلوب. يقل يريح ينتخ، ما فيش مشاكل. اما في الزيرو اوردر كاينتيك جسمك قال لك ما عاد ما فيش خلاص، كان في طاقه وخلصت عندي،
عندي ساتوريشن في الانزيمز والكاريرز، انت مديني جرعات كبيره، فانا اخري الطاقه اللي عندي دي. حبيبي انت لو اديتني 50 مللي انا اخري اخلص 50 مللي في الساعه، اديتهم لي هخلصهم لك، اديت لي 40 ما فيش مشكله، اديت لي 60 مللي هسيب لك 10. لا، لان هنا جسمك قرر يتعامل معاك بنظريه الكميه مش بالنسبه. في الفيرست اوردر كينيتيك جسمك بيتعامل معاك بالنسبه، اللي هو ايه؟ انا راجل معروف ان انا يا جماعه بخلص 100% من المذاكره المطلوبه مني كل يوم مثلا، مثلا شخصيه بتاعه شخصيه خياليه مش موجوده في الوجود خلاص. ده مثلا في يوم اخده 50 صفحه ما ينامش لما يخلصهم، ده فيرست اوردر. في يوم تاني اخده 4 صفحات يتدلع ويلعب وكلام من ده، تمام؟ انا بس سيادتك غالبا بيكون انت زيرو اوردر. الزيرو اوردر يعني ايه؟ انت قررت ان انت عندك الكباست بتاع سيادتك 4 صفحات، هم سيادتك اخدوا بكره الامتحان بقى 12 صفحه، سيادتك انا اكسبايرد، انت اخرك كام؟ 4 صفحات. طب هم اخروا 3 صفحات حضرتك، حلو خير وبركه، تمام؟ فهو بس يبقى مين وارد يتراكم عليه المنهج ويتزنق زي البوب الهوهه وليله الامتحان؟ الزيرو. وساعتها بقى بيتحول لهرك اللي هو بيخلط بالمسح في ال كلنا بنشعر في لحظات نقطه، بما انه خرافي وبخلص بال 50 صفحه في ليه ما بعملش الكلام ده في حياتي؟ ونيجي اول يوم في السنه الجديده احنا نحضر محاضرات ونذاكر. بس سمباتيك يا حاج، ده سمباتيك الله يبارك له وادعي له، سمباتيك وكورتيزون. هو سمباتيك وكورتيزون اللي يخلوك كده هيراك ليله الامتحان وخلاص. ممكن ناخد حبوب كورتيزون طول السنه، وممكن وماله مرشطات انفيتامين، انفيتامين وبتاع سي ان اس تي يجيبوه بقى من المصحات. يلا يا جدعان، فيرست اوردر كانت يلا هتقول لي ان الكريتيك هنا بروبورشنال للكونسنتريشن. جسمك بيعمل ايه؟ فيرست فيكسد فراكشن اليمنت برونت ايه؟ تايم. لما تيجي تعمل كيرف هتلاقي لينير دراج ديس ابيرنس كيرف، الهاف لايف كونستنت. ليه؟ هو كلمه هاف لايف يعني نص الوقت اللي خلص منه مالي نص اللي هي 50%. برام النسبه يبقى انا ثابت نسبه، فاهمني ولا لا؟ يبقى كونستنت هاف لايف. الاريا اندر كيرف لما تيجي تعمل على الكيرف اللي قدامك ده وتاخد اريا اندر كيرف هتلاقيها ماشيه جدا مع الكونسنتريشن، بتتضاعف. لما ريبيتد انتيك اوف ذا دراج ات ريجولر انترفال هتلاقي ده بيوصل للسي اس اس امتى يا ولاد؟ دايما احنا بنقولها بعد 4 ل 5 تي هاف. فاحنا لما كنا بناخد الجوكسن التي هاف بتاعه كان يوم ونص، فقلنا التي هاف السي اس اس اللي بنوصلها قد ايه؟ 4 ل 5 تي هاف يعني بعد اسبوع. سي اس اس يعني اول ستيدي كونسنتريشن. وتعود انت كطبيب ما تحكمش على دواء الا ما يوصل للسي اس اس. اكزامبل مين؟ زي سمول دوز اوف اسبرين فينيتوين الكول. دخلت نفسك في الظلمه دي. ده سمول دوز حاجه ثانيه. كان السمول دوز جلوكوزوريك. السمول دوز لا اسمه ممكن برومنسين. السمول دوز يعمل هايبر هايبرسيميا. انت عايز تقول لي مش ماشي في السوسيو يعني الامتحان دخل قالها كده؟ ده كان بسالك كاريا في البرومنسين. زيرو اوردر كاينتيك، زيرو اوردر كاينتيك. عندك ليميت الكباسيتي في كاينتيك نتيجه الساتوريشن وفي في انزيمز. فريته في كاينتيك ماله؟ فيكسد. ماليش علاقه بالكونسنتريشن. انا يقولوا في المحاضرات 40 انا مالي، انا باخد ايه اللي في دماغي. فيكسد اماونت بيرمت تايم. نون لينير ديسابيرنس كيرف اديها في اخباره ايه؟ هيزيد معاك كونسنتريشن. ان هم كل ما هيزودوا لك المطلوب من سيادتك كل ما انت هتحتاج وقت طويل عشان تتخلص من المطلوب. طيب الاري اندر كيرف مش متناسقه مع الكونسنتريشن. ولو الريت اوف انتيك عدى الريت اوف اليمينيشن ايه اللي هيحصل للدواء؟ كومبينيشن وتوكسيستي. زي مين؟ لارج دوز اوف اسبرين فينيتوين اند ايه؟ في مشكله بس ده اسمه دوز ولارج دوز. هم ده هم هم ما خدش نعم ما خدش
ما تقول لهم يا عم هم اجمعوا ان الادرينوك ما جاش اصلا في الترم الاول كريتن بس كان في حاجات كتير متحدده في الريتن قالوا لنا ان ده سنه فاحنا كمان نايمين عشان كده بس احنا مش هنحضر الدكتوراه عاش جدا شايف بلاد بلاد لو تاخدوا بالكم في الاسئله المتحدده البايندنج الدوبلازم بروتين واس امبورتنس كانت متحدده لوحدها يعني فاكتورز اوف افكتنج ديستريبيوشن سؤال والبايندنج الدوبلازم بروتين سؤال جواها هو اللي حد عنده توزيع الدرجات من سكيو تعالى ايه طب ما هو حاضر اه معايا لازم كان ده نزل على جروب نزل على جروب 6 اسئله يعني 5 درجات انا قلت لهم كيف معايا عشان اسبي كربات يعني هتذاكر ولا هتذاكر يعني عشان تذاكر كامل دكتور يعني لو مش هتاخد الجزء اللي هو بتاع العمل يعني احمد انا طب يلا اللي جاي ايه؟ انا عندي مترول شويه طبعا ادفست دراج رياكشن ادفست دراج رياكشن يلا يلا كان ايه السؤال؟ types of antagonism ده اللي في اخر الكتاب الثاني اللي هي فيسيولوجيكال انتاجونيزم وكيميكال انتاجونيزم وفارماكولوجيكال انتاجونيزم شطر الدراج انتراكشن يلا جبت معاك كمان كتب العمل يلا يلا ادفيس دراج اكشنز يلا 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 اول حاجه كانت بتقسم اولاد A B C D E F ايه الاسئله اللي ممكن تيجي في الترا دي اول حاجه يقول لك بص لي كده اخر صفحه من الكتاب خالص اخر صفحه في الكتاب الثاني تايبس اوف انتاجونيزم نعم يا فيسيولوجيكال وفارماكولوجيكال نعم. انا صفحه 22 ادفيرس دراج ريكشنز بس اخر شطر اخر شطر تايبس اوف انتاجونيزم برضه عندي يا ابني تايبس اوف انتاجونيزم اخر صفحه في الكتاب الثاني عندنا اخر صفحه في الكتاب الثاني لما توصل لها يلا طيب شوف انتاجونيزم ولا انتاجونيزم ايه صيغة الأسئلة اللي بتيجي هنا اول حاجة اجي اقول لك ان يو ريد فور adverse effect of type A with examples هذا أول سؤال أول حاجة هتقول لي side effect يعني كم side effect والله أنا أخذت أتروبين النهاردة لعلاج المغص قبل أجاب لك dry mouse هل dry mouse ده مش normal normal action الأتروبين هل تقدر تتجنبه هل أنت كنت عايزه يبقى لما أقول لك كلمة side effect يعني إيه unavoidable undesirable كل ده predictable unavoidable undesirable ايه normal action produced by therapeutic use of the drug هي normal action by therapeutic use of the drug example زي مين dry mouse وفي وباتروبين لما استعملوك antispasmodic secondary effect سيادتك استعملت مضاد حيوي علشان يموت بكتيريا هو موت بكتيريا ده كان هدفك الرئيسي بس نتيجة هذه الاكشن اللي انت كنت طالبها هينتج عنها حاجات سيئة لايك الفلورا هتروح ده اسمه السكندري افكت طب لو عمل حاجات تانية كويسة زي الكان بتاع الانفلونزا ما يتحطش في العيون خالص مش هتظبط الموضوع ده السايد افكت هما الاثنين بيجيبوا حاجة سيئة انا مش عايزها بس مضطر بس دي في المكان اللي انت عايزه ودي مش ممكن انت عايزه يعني انت عايز بتعالج مغص ده جاب لك دراي ماوس لكن التاني انت بتستعمله عشان موت بكتيريا
ونتيجة نجاحه في هذه الوظيفة عمل حاجة تانية كمان. فاهمني؟ طيب زي من سيادتك هي bad effect consequent to normal therapeutic action of the drug. زي عندك الـ oral broad spectrum antibiotic بتموت مين؟ الفلورا فتضيع لك فيتامين بي وفيتامين اي كي. ايوه اتكلم عن كده ان احنا لما بنتكلم دلوقتي احسن ان دايما تستعملي في مكان مكان ايوه الاحسن ان احنا نستعمل. امال ليه بتدرسوا المايكرو قد كده عشان تضيف؟ انا فاهمه بس هو لما كنا بنسال ان ليه كل شويه كانوا بيطلعوا كتير عشان يوسعوا المدى بتاعه عشان يبقى عندك مالتيبل اورجانيزمز في الهوستوال اكوايرد انفكشن. تمام يلا استند سبيكترم بيتا لاكتاميز. يلا سكندري افكت اوفر دوز. يعني اوفر دوز هي عباره عن اكسجريتد نورمال اكشن نتيجه هاي بلاد ليفل او درج. طب انا ايه اللي خلاه يحصل هاي بلاد ليفل؟ يا اما سيادتك خدت جرعه كبيره مره واحده يا اما حصل ان الحراج عملت ايه اكيوميشن ريبيتد ايه دوز. زي عندك اسبرين اخدت مثلا انسولين جرعه كبيره عملت هايبوجلايسيميا او عندك ديجيتاليس عنده لونج ايه تي هاف سوبر سنسيفيتي مكانها في الام اس كيو دايما مشهور قوي بس كبرنا بقى يعني يعني مش سوبر سنسيفيتي اكسجريتد يعني سوبر ريسبونس بس والنسبه اللي خلي بالك من الاسم التاني بتاعها ده ان تولرانس. ان انا اديك الدواء جرعه قد كده الاقي معامله افكت قد كده ده اسمها ايه؟ ان تولرانس اكسجريتد نورمال اكشن نتيجه هاي ايه نتيجه سمول ثيرابيوتيك دوز. يما عندك مشكله في الاليمينيشن لكن اكثر واقعيه هي ابروليشن اوف ايه بسيتروكس. يبقى عندهم هايبر ثايرويديزم اخبار قلبهم ايه بيستجيب لازم للسيمباثيك. الحل عامل ايه في الجرعه؟ قللها. سايتوتوكسيك في ادويه سيئه السمعه على اورجنز معينه زي مين سيادتك؟ كارديوتوكسيك كفايه عليها الهالوثين كمثال. هيباتوتوكسيك هالوثين وباراسيتامول. نيفروتوكسيك جالك ملعبك بقى نون الثيرويد الموافق امينو جلايكوزايد. نيوروتوكسيك يا اخي امينو جلايكوزايد السيروتومايسين بيضرب النيرف التامن. بون مارو انهبيشن مين يعرف الكوران في نيكول. رقم 6 دراج انتراكشن لو سمحت ده سؤال انتوا جالكم السؤال الثاني في الجنرال تيرم الاول التولرانس جاي الدراج اللي هي الفيرست باسمه تابلت. لا كان سؤال تاني. هو جه الجنرال سؤال الفيرست باسمه تابلت وسؤال الزيرو والزيرو الفيرست ايه جاب الاثنين الاثنين كاينتكس؟ اه منها تولرنس في تولرنس لا منها تولرنس اه جاب تقريبا النيوميريت. يبقى ثلاث اسئله جنرال. اه جاي جاب ثلاث اسئله جنرال. جاب ثلاث اسئله جنرال. لا اثنين بس وعملها على جروب ده. يبقى ما جاش فرس اصلا تورز. يبقى انت فاكرين كلمة فرس دي مية فرس. لا مجاش فرس. يبقى فرس لا جاء اكواي تولرنس. استنى يا جماعة جاء اكواي تولرنس وزيرو الاوردر زيرو الفرس اوردر كاينيتكس وجه التاني تقول عليه؟ فرست باس لا فرست باس فرست باس ما جاش اكواي تولرانس وزيرو الفرست بالبوم زيرو الفرست والاكواي تولرانس طب ايش ترفع بعد ما كونكور تحت اي مسمى بالامراض اللي بتحتها كونكور كونكور ده ميتوبرولول كونكور ميتوبرولول سيلكتيف بتاع كونكور بتاع الضغط باي ايزو برولول هيفي فيبريت وهايدرو كلورت هاي ضايق ميتوبرولول اصلا بتخسروا في باي ايزو برولول هيفي فيبريت وهايدرو كلورت هاي ضايق ده البلس بيبقى عليه دايوريتكس. يا ابني بيسوبرولول ايه بقى ازوبرولول دي بيسوبرولول انا حافظه كده بقى ما امبارح ادي العيان امبارح ادي العيان فاركولين وانترال وهو عنده هارت فيلير يا اسطى كليه خساره فيك
اه والله العظيم ثلاثه في الاطفال في ابو الريش. واحد صاحبي كان امتياز واقف هنا ادهم خالد لو تعرفه بينزل عندنا المكتبه دي. بقول لك في الاستقبال ادوا عيل 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 عنده هارد فيلير ادوا له وعامل بلوك الازمه قعدوه على الفاركولين والنيبرايزر حطوا له اكسجين وحطوا له اندراف ادى بيتا بلوكر عيال هارد فيلير وطفل. ده كيفية ده براكس بتخلف بتتعمل عندنا للأسف ده بتكون شوف عندنا نوام البطنك أي حاجة دخل ضغط فوق 140 بيديله لازم. اه ده غلط بس حط فوق 180 يلا 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 شباب يلا. أنا أول سؤال هو الدراج انتراكشن. بص هو عرفا المفروض عرفا لما بيجي في الجنرال فارماكولوجي المفروض ان انا اجيب لك سؤال كاينتك وسؤال دايناميك وده اللي حصل اظن. اه مش ده اللي حصل جاب لكم الفيرست وزير اوردر كاينتك والسؤال دايناميك لو خلف المفروض لما بيخلفوا بيجيبوا الاثنين كاينتك لكن مش من عارف ان يجيبوا الاثنين دايناميك ما حصلتش قبل كده خلاص. طب هو الدراج انتراكشن قال لك شوف قبل هشوفه كان كان برضه ولا ها؟ لا ده بس يعني بعد كده بعد كده قلت جنبها ربنا يدينا ويديك العمر. شطر خلاص بتقولي في اول شطر في الجسر شطر في المنهج. يلا يلا عليه سؤالين ايوه صلاة على النبي 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 صلاة على طيب بي المفروض والله اعلم يعني التايبس اوف اليرجي دي ما جتش بكده اطلاقا 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 بس ما اقدرش ان انا اشطبها لان موجوده في كتاب. انا عندي ايه ما انت عندك إيه؟ عندك بتاع كل حد بس هو ده المره الوحيده اللي اتضربت جه في حسين مسكيو كانت مفاجاه طبعا هي اصلا مش بتاعتنا احنا انواع اليرجي دي ده في الباثولوجي في كتابين كمان صغيرين كده عمل يعني انا بس انا عندي فانت يا رب عارفين بس انواع ملل تحت تعرفوا تهروا فيها اي حاجه بس انا بس يهمني هو الالرجي ربنا يكرمكم الديفينيشن بتاعها هي ان بريدكتبل اب نورمال ريسبونس نتيجه انجن انتي بودي ريأكشن. يعني دلوقتي لو انا وزعت عليكم كلكم حاجه ساقعه غريبه عننا انا اعرف مين فيه هيجيله حساسيه منها؟ لا والسبب كان فين؟ انجين انتي بودي رياكشن يا الدواء يا المتابولات بتاعه انجين او اشتغل كانجين او هابتن. لو سمحت مفيش حاجه بتعمل حساسيه لكل البشر لا تستعمل ومفيش واحد عنده حساسيه من كل ايه؟ ادويه ونوت دوز ديبندنت. يعني ما يكونش عندك حساسيه تقول لي اه ده انا هديك جرعه صغيره مش الكلام ده المايكرو بيقول كده اكيد لا والمصحف الشريف ايوه دي سنسيشن موضوع تاني ده موضوع تاني ان انا عندي حساسيه علشان ابدا اغير الانتي بودي من الجلوبين الايه للمونولوجي والحوار ده كله ما تفتوش ما تغيرش كلام. انا بتكلم انت دلوقتي جيت لي متنايل عندك حساسيه من البنسلين تقول لي لا حاضر حاضر انا هديك بس ان شاء الله ايه نص الانبول تمام ساعتها مكانك محجوز هناك بس ايوه ليك هناك باب زغنن كده خاص جدا خلاص. طيب المهم انواع الحساسيه بس عشان نخلص عشان احتياطا لو جاء بقولك لو جاء اكتب لهم سي سي مايكرو او سي مايكرو ده تليفونه طب اذا عندهم ده. المهم يعني هو انواع بس اميديت تايب او انافلاكتيك رقم 2 سايتوتوكسيك 3 ارث ده اللي بيجي على الانفيريال سيل 4 ديليت 5 اللي جاب في امتحان النهارده على جريفز عادي عادي اكسكلوسيف فارماكولوجي. ايديوسينكراس يعني جينيتك او جينيتك او انزيماتيك ابنورماليتي ليه في فيزم وساكسين كل ابنيه والمالجنت هايبر ثيرميا بتاعت الساكسين كلين والجماعه اللي هم الرابيد والسلو اسايليتورز. تعالى بقى اللي بيحب اقول كده قوي 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 تعالى في الخطره الجايه في الخطره الجايه انا عندي ثلاث اسئله في الدنيا انتوا جالكم انا مسال فيها كوارديتورز اي سؤال كويس ميكانيزم فقط لا اله الا الله ميكانيزم فقط كاركتر لا طيب كاركتريستكس طيب سو كاركتريستكس ده هو جاب لي اثنين خلاص انا بقيت ميكانيزم اكوايرد
ايه ده اكوار هو كان عايز ليه التايبس وايه والميكانيزم يبقى عامل يبقى ده ايوه عايز كله يعني كاركترستكس ايه برده تمشي هو ده كريبس بتاعي ده بعد يعجو بعد سرعة يعجو يعني يعني ايه بترانس هو مش ريسبونسبل ترانس ليه خلاص الحل عامل ايه في الجرعه زود الدوز او وقف الدواء فقط مهم ما جت قبل كده لا اهو طيب سكر كاركترستكس طيب سكر يبقى سوري الميكانيزم هو طيب كاركترستكس قال لي طيب وميكانيزم حاجه عيل انا ما اعرفش انا مش عارف السؤال اصلا نسيته فوق تايبس اند كاركترستكس تعال ما اعرفش انجليزي لك لازم انجليزي ده مش انجليزي المهم انواع الترانس النوع اصلا الكونجنيتال ما يعتبرش اصلا ترانس ليه كلمة كونجنيتال يعني انت اصلا ما بتستجيبش للدواء خليتك كده لكن اكورد ده اللي نقص عليه ان انت كنت بتستجيب للسجاير بدات ايه تقل كونجنيتال بقى اللي هم ريشيال الجماعه اللي هم الزاويه البشره الصبراء ما بيستجيبوش لبعض الادويه سبيشيز فرق جوهري وبينك وبين الارنب ان الارنب عنده اتربنز انزايم ممكن يستحمل اتربين كتير لكن انت لا وبوليتيكا فريج اكوايرد هم ثلاث نوع ثلاث انواع في الكتب سي تي بي كتب اول نوع اسمه كروسترانس يعني ايه انا راجل بشرب شاي كتير وعمري ما شربت قهوه حضرتك لا تشرب لا شاي ولا قهوه هل سنستوي في الريسبونس لو شربت حاجتين قهوه ليه مع اني عمري ما شربت قهوه بس في كروس ايه ترانس على مدى شبيه يبقى لو سمحت كروس ايه كروس ترانس هنا ضرب مثال النيكوتين والليبولين ما فيش مشاكل تاكي فلكس قلناها قبل كده كلمه تاكي فلكس كلمه تاكي يعني بسرعه اللي هي اكيوت اكوايرد تولرانس اللي في دراعه بلاد بريشر بيطلع مقعد في جسمك فايه يبدا بلاد بريشر يقل بكتيريال ريزيستنس نوع من انواع الاكوايرد ايه تولرانس سي تي بي ليه حصل تولرانس فكر معايا ايه اللي يخلي ده ما عادش يجيب نتيجه زي الاول خليك منظم اكتر كاينتك وديناميك كاينتك وديناميك كاينتك ما عادش بيمصص زي الاول زي الخمره الخمره الالكو فيه كاركتر غريب شويه ان هو من الادويه اللي بتمتص بنسبه كبيره من المعده الان بيمتص بالانسولين هو بيمتص من المعده المشكله ان هو بيعمل اتروفيك جاسترايتس فيبوظ المعده اللي كانت بتمتص فاهم الفكره؟ ادي واحد رقم اثنين زياده الميتابوليزم زي اي انزيم ايه؟ انديوسر يبقى خلاص على مستوى الكاينتك على مستوى الدايناميك انت بتدون ايه؟ ريجوليشن زي السيل بيتمور بيعمل دور ريجوليشن اوف ايه؟ اوف بيتا ريسبتورز او ديكريز اندوجينس سبستنس لما كل ما تستعمل مورفين كتير يبدا مين عارف ايه جسمك اندورفين وانكفل او جسمك يبقى شرس يبدا يهاجم الدواء يطلع انت ايه؟ انت بودي فورميشن زي الانسولين مثلا يبقى حد يفسر لي ليه حصل تولرانس؟ كونسبشن هل متابوليزم زاد؟ انتي بودي لو جسمك عنيف الاندوجينس وداوني ايه الكاركتر بتاعتها خمس كلمات برضو اول حاجه ريفرسال يعني انا بشرب كل يوم قهوه ما بتجيبش معايا نتيجه ايه اللي حصل بطلها شويه بقت ايه رجعت زي الاول احسن يبقى لو سمحت ريفرسال استوب ذا دراج فور سم تايم اللي يحصل ريجين نورمال ايه تختلف من دوله للتاني كانت رابد مع الافيدرين زي ما احنا قلنا وفيرس لو مع الادرينالين ما بتحصلش الادويه في الطب زي الديجيتاليس والكوكايين ولا الدراتيك افكت اوف الكول ولا الريسبيراتوري سنتر الديبريشر سنتر مش بتاثر كل الاكشن زي بعض زي ما احنا قلنا المورفين كان بيختار لو تفتكروا كان بيحصل الانالجيزيا والانهبيشن ريسبيراتوري سنتر لكن مش بتحصل لمين للميوزس ولا الكونستبيشن ركز بتحصل الانالجيزيا او ريسبيراتوري سنتر مش بتحصل للميوز ولا للكونستبيشن اخطر حاجه بقى اللي جايه بتأفكت الثيرابيوتيك اكتر بالتوكسيك دوز فتاثر على السيفتي بتاعت الدراج
مش سيبتك دايما كنت تسمع عن واحد جاله تسمم باوفر دوز مخدرات؟ ما سالتش نفسك ليه واحد ياخد اوفر دوز مخدرات؟ عشان بيعلي لان لما حصل تعود هو دي ثيرابيوتك دوز ودي توكسيك دوز. لما بيحصل تعود دي اللي بتبدا تزيد عشان ياخد نفس الثيرابيوتك افكت، يبدا يزود دي يزود دي يزود دي لغايه لما لو في يوم ياخد ايه؟ توكسيك دوز. وصلت؟ معنى كده الناس بتاخد كوكين ما بتاخدش اوفر دوز. الكوكين بيعمل ادمان من غير زياده الجرعه دي، مش محتاج زياده الجرعه خلاص. طيب ودايما بعد التورنس بيحصل ايه؟ ديبندنس اللي هو هابيتيشن وادكشن. في مشكله؟ سهل الكلام ان شاء الله باذن الله، بس تكون منظم كلامك. انت محتاج في الحياه دي يا ولاد كلمات، عايز خمس كلمات والكلام كله يتبني. مثلا هنا عندك كاركترستيك، عايز كلمه ايه؟ ريفرسال، بتختلف من دوره الثاني، من اكشن للتاني، من دوز للتاني، وفلويد بي بس خلاص. صح كده؟ طيب في عندك بعد ايه الفرق بين الهابيتويشن والادكشن؟ الهابيتويشن حاجه سايكيك، الادكشن حاجه فيسيولوجيكال. حلو. قهوه ومخدرات. يعني انت لو وقفت الشغل الاولي مثلا متضايق، لكن لو وقفت مخدرات عندك اعراض عرضيه انسحاب. ايكتروجينيك، يعني كلمه ايكتروجينيك حاجه زي دكتور سلفي دراج انديوز اي ديزيز. طيب وانا بس عارف بس ان انت عندك ان تايب سي كان فيه تولرانس وديبندنس وايكتروجينيك، دي ديليد تراته ايه؟ جينيك. اضرب اي مثال انت عارفه زي الفينيتول مثلا، مثل الليفوكليفت بلد وكارسينوجينيك وانديوجينيك زي التوباكو بتعمل برونكوجينيك ايه؟ هو من حدد بس ايه؟ اندوفيوز. خلي بالك منها. ايه اللي يحصل مع انك تبقى في دوامه واحده؟ ممكن ايه اللي يحصل؟ زي الكورتيزون كنا نوقفه يجي لي ادسونين كرايسس. اكيد ادسونين كرايسس. او يحصل اعراض انسحاب لو كان مرض ادمان اسمها ابسنس ايه؟ سندروم. او لو انت وقفت بيتا بلوكر مره واحده ايه اللي يحصل؟ اي بلوكر لو وقف مره واحده يكون الريسبتور ايه؟ امبريجيتد، فتلاقي الريسبتور بتقوم ضربه مره واحده خلاص؟ تمام. اف فيلير، فيلير يا برايمري يا سكندري. برايمري يعني اول ما خدت الدواء مش هتعوض، يعني انت لما خدت الدواء ما بيجيبش نتيجه اصلا. اول ما خدت الدواء مش هتعوض. رجع في كلامه؟ عادي جدا. سيدة كنت دكتور عظيم خرجوك من الباب للحياة وقلت لهم خرجوا على الباب إياه اللي احنا متفقين عليه. جالك عيان عنده تايب 1 دايابيتس، معاك لسه خارج مش تهدى، تقوم مجرب معاه دواء من اللي بيطلع انسولين من البنكرياس، زبدك مستني منه نتيجة. هيطلع تمام مستني كده ان شاء الله يطلع الصبر. تايب 1 دايابيتس بياخد دراكس ولا انسولين؟ فغالبا بنرجعك على طول البلاش. بالظبط ده ما ينفعش فورمالين. لكن سكندري فيلير لا، ده العيان كان بيستجيب وبعد كده رجع ما عادش يستجيب. حصل بقى ايه؟ يا تولرنس يا دراج انتر ايه؟ خلاص. اخر حاجه بقى ايه السؤال الموجود؟ فين يا ابني؟ فاكتورز افكتنج دي اكشن. بس انا بيتر ريدك اللي زي ما بيحبوا يجوا في الام سي يو. الثيرويد اندكس. نعم. انت بتعمل لا انا بصراحه مش محدده، لان الضغط ما شاء الله انت كنت مش محدده كتير في الجنرال يعني. طبعا سؤال الراس ده يعني واضح ان هو كان مسافر في الامتحان. هو انت اتفاجئت انت ما كنتش محددين ولا ما ضبطتوش ازاي؟ لا اصل الباشمهندس بيقول لك ما شافوش. لا اصل اول سؤال في الامتحان الشطر اللي عامل الولد ده بس ما هو المشكله ما دلوقتي مستغرب. جبت انواع الكونجيكتر منين؟ انا فريش يا بابا. والله تهديفه قرا قوي حاطه السيرو وقلبه مستريح. طيب
factors affecting the action windows. كيف تحصل على دايين؟ هم 14 فرق كاتيجوري. ممكن يجي لك، ممكن لو انا عايز اعمل مثلا مجاملة للطلبة في شهر 8 وهنعين او جاي من العيد وكلام من ده، بقول لك ايه؟ المجاملات دي اللي بتكون ورا الشمس، صح؟ لا مؤاخذة، بس رجعت سهل وصغير ولا عادي ما يجيش واسيبه والمجاملات دي بجد ساعات فعلا والله ساعات بجد مش عاوز حد يجاملة دكتور فعلا يبقى نيته خير مش بشحت نيته خير هي عملت كده بس يسرطوما كوندر وسرطوما كله شكل وهي بتجامل اللي هو صعب كده 4 سطور بست درجات لا مش صعب بس 4 سطور بست درجات لا ترى عليه اصلا وهي بتجامل لو قريتها مره عمرك ما هتنسى 4 سطور بلاش مجاملات والله فعلا كده ساعه كوندر وسرطوما اللي جاب الاول بس اول طبعا حاجه كبيره ومحترمه كبيره ومحترمه اهم صفه كده اه مش بس الكوندرا برضو حلوه مش حلوه انا قلتها بس ليه طب اجيب 6 من 6 بدل 3 بسالك اوستي مايلايتس مثلا اوستي مايلايتس ده كنت متوقعه هو طبيعي يا شباب يا حبايبي انا ما ينفعش ابقى يعني بلاش مجاملات اسئله ثانيه طويله بتحط انت متخيل مثلا انت بتحط الامتحان انت عايز انت اللي تحط الامتحان يا حبيبي لازم يكون في دكتور يعني بس سسبنس على رايي يعني في اسئله طويله في اسئله طويله درجات كبيره في سؤال هو عاوز يجمل يا ابني جبت انا فاضي امتحان ست درجات ما هي المجامله ده اللي مذاكر كله لو قالي مره عشان يبقى مجامله هيفتكر دي مش هفتكر الاستاذ سرحان خلاص ان شاء الله يجيب الامتحان كله من الاسئله اللي هي مش مجامله حتى مفيش حد مفيش سؤال هي الاسئله اللي كل مذاكره يعني المشكله كل واحد عايز الاسئله بتاعته هو يا عم انت دوس لا غير كده في حاجه بيجيب كل الاسئله في حاجات احنا بنتكلم فيها ما ينفعش كل الاسئله في حاجات لما نتكلم فيها حتى على حتى يعني ممكن ناخد ريست بعدين نخلص ده بس عشان يعني والله خلاص نخلص لازم يجيب لك ويس حافظ الشفره فاكتورز افكتنج الاكشن والدوز ليه انا وانتو بناخد جرعات مختلفه عن الادويه وليه العيال الصغيرين بياخدوا مختلفه عندنا اول حاجه بايولوجيكال فاريشن دول يا دكتور احنا خلقنا مختلفه الاختلاف التغذية، الاختلاف الريس، الاختلاف النيوتريشن انفيرومنتال فاكتور. رقم اتنين ايج، ايج هتعلم عليه. غالبا السؤال عادة في الحتة دي بيجي بيختار فاكتور منهم. خلاص؟ لأن صعب يقول لك ان الريس 14 فاكتور. خلاص؟ ايج، يقول لك ازاي الايج بيأثر في الاكشن والدوز. بس السؤال ده من ساعة ما حطينا السكشن بتاع ال الدراجز سبيشال جروب السؤال ده بدا يقل بس ممكن يجي تاني بس انا عايزك تركزوا معايا دي عشان تريحني في العمل دي تريحني في العمل بكره والحته دي ليه الاطفال البص احنا بالنسبه لنا الجرعه اي جرعه مكتوبه عندكم في كتبكم بتبقى محسوبه على حاجه اسمها الاوبتيمال في السيولوجي اللي هو من 20 ل 60 سنه اقل من كده بقى اطفال واكتر من كده بقى عواجيز خلاص لو سمحت في عدة طرق لحساب الجرعة. في طريقة سهلة قوي بالبرسنتج ميثود. عيل عنده شهر ياخد 10% من جرعتي. عنده سنة ياخد الربع 25%. 3 سنين ياخد التلت. 7 سنين ياخد النص. 12 سنة ياخد ايه؟ 75%. طب في عندك طريقة تانية مبنية على السيرفس اريا. ايه السيرفس اريا دي؟ أنا باخد السكوير بتاع الطول في الوزن وأقسمه على اللي المعادله موجوده عندكم اهي اللي على 6 خلاص بتعمل ايه حضرتك الانفنت دوز بتساوي الادلت على في الانفنت على 1 73 يقولوا الناس تلاقي مثلا السيف زي ده بتطلع مثلا ايه 0.8 حاجه من دي في طريقه ثانيه على حسب سن الوقت تجيب الجرعه اللي انت بتاخدها من 100 مثلا، الواد مثلا عنده 8 سنين ياخد جرعه كام؟ قلت له والله يا دكتور 100 في 8 على 8 زائد 12، 12 ده رقم ثابت. وتحسب الرقم هيطلع كام؟ جيف ريزون ليه الاطفال بياخدوا جرعه اقل منكم؟ قلت له والله يا دكتور اولا ظروفه مختلفه، كاينتيكو دايناميك. على مستوى الديستريبيوشن جسمه مختلف عنده ميه كتير ودهون اقل. بلازم اوردين على قده بلاد برين بارير على قده السكين بتاعه ناعم يمتص اكتر مني طب الكليه بتاعته زيك لا اقل الانزيم اكتيفيتي
اقل زي جريم بيس الدروب مثلا. احيانا بيكون رد فعلهم مختلف في بعض الادويه ولا زي مين الامفيتامين بيعمل في العيال ايه سيديشن. لكن في كنتو صح كانت ريد سام دراجز زي الاتروبين والديجيتالز. يعني الواد اللي بيكون عنده البارفن فيكتور عالي عشان انت تهده محتاج جرعه جرعه من ايه من الاتروبين شويه خلاص. طب الجيرياتريك العواجيز اخبارهم ايه؟ لو اكتر من 60 سنه ياخد 3 ارباع الجرعه، اكتر من 70 ياخد ايه؟ التلتين الجرعه. اضرب لي كل حاجه في العواجيز. ديكريز الجاد موديلتي، البلاد فلو، الاتش سي ال. الليمبا دول يعني كلمه ليمبا دول تمام. الليمبا دول في بلاد عندهم. الليمبا دول اللي هو الوزن الصافي، اللي هو وزن العضلات والاورجنز من غير فات. خلاص؟ عندهم الميه قليله، الفات زياده. الانزيم اكتيفيتي نفس الكلام، الجي اف ار بي ال دايما اللي بيجي في الامتحان الام سي كيو اللي تيجي دول. خلي بالك علم عليهم ام سي كيو. الفريكونسي اوف بوتشر هاي بوتنشال زياده عندهم عشان برو سيتور ريفلكس بعافيه. وعندهم حساسيه لمين؟ للسي ان اس ديبريشن. يعني ايه حساسيه يا ولاد؟ يعني السي ان اس ديبريشن تعمل يعني بالظبط يعني ياخد من اول من هنا ممكن ينام يومين. حاجه جميله فاهمني لا؟ طيب يبقى ده سؤال خلي بالك منه خلينا نوصل دلوقتي ليه. البادي ويت والسيرفس اريا لو سمحت انا بحسب البادي ويت والسيرفس اريا النورمال ادلت المفروض في حدود 70 كيلو الكلام ده هناك. ده بقى 70 كيلو ده عيل في ابتدائيه ولا حاجه في اعداديه خلاص. زياده الوزن نتيجه اديمه او فات ما تاخدهاش في حساباتك. ليه؟ عشان ده يقدر تتشرب مش لازمه. انا اللي يهمني المسلز خلاص. والسيرفس اريا هي مور اكوريت زي ما انا قلت لك بنحسبها بالمعادله دي. بناخد السكوير بتاع الايه الويت في الهايت على 6 6 علي على سؤال علي على سؤال. مين ياخد جرعه اكبر؟ الرجاله الستات الرجاله. طب السايب بتطلع معاك ليه الستات بتاخد جرعه اصغر؟ عشان الاستروجين بيبقى بسرعه سايب بالظبط وعندهم فات اكتر. انت عندك عضلات انت عندك اكتف تشو هتيجي فريزو جيب ايه؟ الستات عندها ديفرنت فيسيولوجي عندها ادويه اصلا بتاعتهم هم لوحدهم. الاوكسيتوسيك والتوكوليتيك. اوكسيتوسيك اللي هم ايه؟ كونتراكشن اللوتس. التوكوليتيك اللوتس. الستات عندها فيسيولوجي مختلف ينبغي ان انا احترمه زي مين؟ المنستريشن السبب البليدنج في الحمل بلاش الادويه الاوكسيتوسيك والتراتوجينيك تعمل ابورشن. في الليبر بلاش مورفين ليه؟ عشان اسفكسيا. وفي اللاكتيشن بلاش البرجيت في الملينات والانتي هيستامينيك خلاص. اول اربعه فاكتور لو تاخدوا بالكم دي حاجه في خلقه العين اللي قدامك ما اعرفش اغير فيها اللي هم كانوا ايه؟ بيولوجيكال فاريشن ايج 6 بضويت سيرفيس اريا صح؟ تعالى بعد كده ناخد ثنائيات ويجي لك في الامتحان ثنائيات يقول لك الروت والتايم. ادي سؤال. اه طبعا الروت يفرق في الجرعه. يفرق ازاي في الجرعه؟ يا حبيبي ما هو بيفرق في الباي افيليبيتي. يعني كل ما الباي افيليبيتي بتعلى كل ما الدوز يعني انت عندك اعلى باي افيليبيتي مين؟ اي بي اي بي ثم اي ام ثم سبكتينيس ثم ريتر ثم اورال عكسها الجرعات صح ولا لا؟ رقم اثنين اعجب دواء قعدت عليك منها كله كان مين؟ سبكتينيس ثم صفيت. الطبيعي ان الدواء لما باخده بديفرنت روت يفرق معايا في ديفرنت اونست لكن مش في ديفرنت ايه؟ اكشن. المغنيسيوم صلفيت لو انت اخدته اي في ينيم لك التشنجات للسي ان اس وينيم لك كل العضلات اللي عندك حاله اريزميا يعالجها لك. يعالج البرونكال ازمة السموث ماسل والسكريتر ماسل التشنجات. لو اتاخد اورال على معده فاضيه يشتغل كسلايم بيرجيتيف كملين احنا خدناه او يشتغل كجولاجو. جولاجو يعني ايه؟ زود البايل زود البايل سكريشن خلاص. طب لو تاخد كالاتنشن انيما دي هيدريتنج ايه؟ ايجنت في البرين ايه؟ اديما خلاص؟ معايا؟ سؤال. طب التايم اوف ادمنستريشن باختصار شديد علاقه الادويه بالاكل والنوم. الاكل انت بتاخد قبل ولا بعد الاكل؟ حسب ايه؟ هو عرفت انت قبل انت امتى؟ طب مش عرفت انت؟ قبل الاكل عادي. طيب
بالنسبه للادويه اللي بتصحصح بتاخد امتى؟ الصبح اول ما اصحى. طب اللي بتنام؟ بالليل. ده سؤال. انا خلصت ست فاكهه. حد فاكرهم؟ ايه؟ خلصت ست فاكهه. بريدج اوف فاريشن ايج 6 بضوي 6 ثاني. بعد كده ثنائي. طيب ورود او ورود وطيب. رقم سبعه انا بكتبها كده سبعه اهو. زيرو اوردر كانت. انت حاجة؟ صح كده؟ زيرو اوردر ايه؟ يعني كاميوليشن. ان في ادويه لما لو ريد اوف انتك عدى ريد اوف ايه؟ الينيشن صح؟ يحصل ساتيوريشن كاينيتك فده بيبدا ياكيوميليت ويبتدي يعرف يزيد زي مين؟ اسبرين بجرعه كبيره فهمتني؟ طب الحل عمل ايه؟ قلل الجرعه او قلل الفريكونسي. ممكن نجيب لك 8 و9 مع بعض. خلي بالك. سايكولوجي يفرق معاكم السايكولوجي في الريسبونس؟ بنسيبه في الحشيش يعني اه طبعا. يعني لو انا قلت لك دلوقتي الدواء ده رائع هيخليك صاحي 3 ايام. ده جاي من بره تمام؟ ليش شفتك بره؟ لكن انا جاي لك لا الدواء ده جربه يمكن يصحصحك. في فرق بين الاثنين صح؟ البلاسيبو افكت هيخليك فايق. فاهمني ولا لا؟ يبقى كلمه بلاسيبو عباره عن ايه؟ في بعض العيال اصلا بيرسبوندوا يمبروف باي سايكولوجيكال رادر ذان ايه؟ فارماكولوجيكال بلاسيبو. الكلام ده مهم يبقى عباره عن ايه اصلا؟ البلاسيبو عباره عن ايه؟ عباره عن بودره نشا بحطه على شكل ده بالظبط. استعمله في الثيرابيتك افكت بتاع السايكو ثيرابي. انت بتبقى مثلا في الاستقبال احيانا تطلع زر بتدي العيال امبورسلاين مثل ما العيال ما عندوش اي حاجه خالص بس نفسيا لازم ياخد دواء. فاهم الفكره؟ او احيانا وانا بايفاليوت النيو دراجز وانا بعمل التجارب على الادويه الجديده بقسم العيانين لمجموعات. مجموعه تاخد الدواء ومجموعه تاخد البلاسيبو. ايه البلاسيبو؟ الدواء المزيف اللي هو الدواء المزيف خلاص؟ باثولوجي هام 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 بعض الادويه اول حاجه بعض الادويه بتعمل في وجود دراجز بس. كلكم مقتنعين معايا ان الاسبرين يعمل كخفض الحراره امتى؟ لما يبقى الانسان بس سخن بس. الديجيتاليس يعمل كدايوريتك فقط فين؟ في حاله فيلر. الباثولوجي ممكن يعمل السوبر سنسيفتي زي الادرينالين في حاله الثيرويد والجماعه البيتا بلوكر في برونكيال ازمه. لو انت عندك برونكيال ازمه ادتك بيتا بلوكر هتبقى استجابتك اعلى من الطبيعيين. الباثولوجي ممكن ياثر في الكاينيتك. تقول لي ازاي؟ الناس عندهم حاجه اسمها المعده الجافه اكلور هايدرين وعندهم نقص الانترنسك فاكتور اخبار بدل ما تقول فين؟ هيقل صح ولا لا؟ ممكن يحصل لهم برنيشيس ايه؟ انيميا. انيميا رقم اثنين يا رب تكونوا عارفين الناس اللي عندهم انيميا بيكونوا مصاصهم للحد اعلى مننا عشان في حاجه اسمها ميكوزا البلوك مش بتبقى مغوله يعني في السيولوجي. البلازما بروتين بايندنج بيقل في حاله البروتينيوريا يا اولاد منطقي. والليفر والكيدني ديزيز بيفرق فين؟ في الدوز صح كده. انا خلصت اللي يجي في الامتحان ليه؟ الالرجي والايديوسينكرس دايما انا باخد بقى ثنائيات والتولرنس والانتولرنس ودراج انتر اكشن. الالرجي ده بيعمل ايه في الجرعه؟ طب الايديوسينكرس انت بقى على حسب الايديوسينكرس لو حاجه كبيره قوي وخطيره بلاش او جرعه صغيره. طب التولرنس يعمل ايه في الجرعه؟ طب الانتولرنس ودراج انتر اكشن على حسب اللي حصل خلاص. سهل جنرال. الجنرال لا تهون في اطلاقا يبقى حرام عليك تسميه. ده شطر 10 اسئله 10 درجات. 10 خلاص. ايه؟ كان الساعه كام؟ هو 5000 كان 12 درجه تقريبا. والله بصوا احنا بكره لا احنا ممكن نتناقش احنا هنعمل ايه بس براحتنا خالص. انا مش عايز اسعى عليكم برضه يعني عارف مش حاجه ثانيه براحتكم احنا نتناقش. ها انا اتناقش انا اتناقش انا اتناقش انا اتناقش كمان الاسم دي انت عايز تكمل يعني؟